نبي نصحصح، نبي نقوم، راح أبلش. نعبي البشرة كل شيء مفيد. الحلو فيه ان هذا السيرم كنا دراي اويل، على طول راح ينشف بعد دقيقة. كاركتر الاحمر تقدرون انتم تسوون لستك، اذا انتم مثلا تعانون من تصبغات اكثر من مثلا الحبوب، تقدرون تركبون الاحمر مثلا مع فاونديشن، كونسيلر، كونتور، اللي انتم تبونه. بس انا بالنسبة لي ما اضمن متى تطلع لي حبة، متى راح اسوي تان، فاسوي لي ستيك في الكاركتر، لان اساسا بالبراند عندنا اللونين اللي هو الاحمر والاخضر، من لونين اساسيين حق كل مشاكل البشره، يا يكون تصبغات، يا يكون سواء تحت العين حوالين الفم، فاللونين هذول مهمين. اوكي شو بدي نسوي؟ الله اللون هذا يموت، اموت على هذا الاورنج، كنت محروق. موت اللون، واو واو. ارجع بالاورنج اطخخ الاسود. يا عليك تكفون، ايش رايكم ابيع هالالوان؟ اخذ الستيك مال هايلايتر، عندنا لونين، عندنا الجولد وعندنا البينك، هذا البينك very pigmented، وعندكم الجولد فيهم الوفيرا، تخيلوا حطينا فيهم الوفيرا حق البنات، لان مع الالوفيرا يصيروا اسهل ويندمجون اسهل. شوفوا حتى بايدكم، مو شرط براش او لويا، بس ينن في من الوردي والجولد، وغير كذي في الوفيرا حتى لو مسويين تان ومحترقين يرطب ويعطيكم شغل. عندي من هالمسكرة يمكن 5 من احسن المسكرات. شكل خفيف احط حق فوق، ما اركز وايد، بس المهم يصيرون ينشال عنهم الشادو او اي شيء موجود، باودر وشوية لون ولا ارفع.